الرحمن الرحيم. سعداء بوجودنا ما بين اخواتنا وزملاتنا، ربنا يوفقكم جميعا باذن الله. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده يا جماعه موضوع مهم لانه متعلق بالاثبات. قواعد الاثبات مهمه لان القاضي بيطبقها دايما في كل نزاع بيتعرض عليه. قضيه عمال، قضيه مدني، قضيه مساكن، احوال شخصيه، لازم ان بيطبق قواعد الاثبات جنب القاعده الموضوعيه اللي هي في الفرع اللي هو بيحل النزاع فيه او طبقا القضيه اللي هي موجوده. فقواعد الاثبات يا جماعه مهمه، ما تقلش اهميه عن بقيه الفروع، بل ساعات هي اللي بيكون فيها الحل للنزاع. واحيان كتير ناس بتخسر القضايا بتاعتها لمجرد ان هي مش عارفه ازاي تثبت الحق بتاعها. فقواعد الاثبات مهمه بدرجه كبيره. طيب لو حبينا نتكلم نقول ايه هو اللي يجوز اثباته قدام المحكمه وايه هو اللي ما يجوزش اثباته، او زي ما بيقولوا ملوش محل ان انت تثبته. يفترض ان اي واقعه انت عايز تثبتها قدام المحكمه في اي منازعه او في اي قضيه لازم تبقى لقانون الاثبات يتوفر فيها ثلاث شروط: ان هي تكون متعلقه بالدعوه، انها تكون منتجه فيها ان يكون جائز اثباتها. متعلقة بالدعوة يعني بتثبت واقعة متعلقة بالقضية اللي هي مطروحة على المحكمة، ما تكونش قضية إيجار وأنت رايح تثبت حاجة تانية، صلة بينك وبين ابنك أو نزاع بينك وبين مراتك، وتيجي تطرحه في قضية المساكن. لازم يكون إثباتها متعلق بالنزاع اللي موجود، ما تجيبش واقعة غريبة وأنت بتطلب إن أنت القاضي يصرح لك إن أنت تثبتها. لازم تكون متعلقة بالدعوة، متعلقة بالنزاع. تاني شرط إن هي تكون منتجة فيها. منتجة يعني ايه؟ يعني يكون اثباتها هيؤدي ان اللي بيتمسك بيها يتحكم له بطلباته، او لو انت اخطأت في اثباتها بناء على كده هتخسر دعوتك. لازم تكون منتجة فيها، يعني اثباتها او عدم اثباتها هيفيد في المنازعة اللي هي مطروحة. متعلقة بالدعوة، منتجة فيها. الشرط الثالث الاهم ان يكون جائز اثباتها. ما ينفعش تروح تثبت ان الراجل ده اخذ مني دي القمار، ده انا ليه عندي فلوس لان احنا الاثنين رحنا سرقنا مكان فلاني، دي وقائع مخالفه للنظام العام ما يجوز ان احنا نثبتها ولا نطرحها على المحكمه. اذا توفر الثلاث شروط دول يبقى من حقك ان انت تتمسك بالواقعه، ومن حقك ان انت تطلب ان انت تثبتها من القاضي بطرق الاثبات اللي هي مقرره قانون. الاثبات بشكل شهود او الدليل الكتابي او اليمين لاخر الطرق الاثبات الخمسه اللي احنا عارفينها. طيب في وقائع ما ينفعش ان انت تطلب اثباتها من المحكمه. اولا الوقائع اللي هي القانون اعترف الخصم اعترف بيها. الواقعه اللي خصمك اقر بيها انت هنا ما ينفعش تطلب من القاضي ان انت تثبتها. ليه؟ اساس الاثبات ان في واقعه متنازع عليها، فانا بطلب ان انا اثبتها واحتج بيها على خصمي، والقاضي ما يصرح لي ان انا اثبتها وجبت حجه عليه، بناء على كده القاضي هيحكم لي. لكن اذا كان الخصم اقر بالواقعه يبقى هنا اقرار الخصم بالواقعه يعتبر بيعفيني من الاثبات، ما بقتش الواقعه محل نزاع ما بيني وما بينه. فما دام الغرض من الاثبات انها يحتج بيها عليه، لو هو اقر اقراره حجه عليه يبقى ده هنا بيعفيني ان انا الجا الاثبات، لا اتمسك باقراره وده يخليني ان انا اثبت. يبقى الواقعه اللي الخصم اقر بيها هنا لا يجوز اثباتها قدام المحكمة. الحاجه الثانيه الوقائع ان القانون حط قرينه بالنسبه لها. في حاجات معينه المشرع في القانون حط قرينه معينه عليها، قرينه قاطعه، انت يكفيك ان انت تمسك بالقرينه. اشهر قرينه اللي هي مقرره بالماده 101 اثبات الاحكام تعتبر حجه فيما فصل فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجه. معنى حكم جنائي نهائي ان فلان الفلاني اصاب فلان اصابه خطا او جريمه قتل خطا، باخد الحكم ده حجه وبرفع بيه قضيه التعويض. هنا انا مش محتاج ان انا اثبت، بستند لحجيه الحكم ده نفسه انه اثبت الخطا بتاعه. هنا ما يجوزش ان انا الجا للاثبات. ليه؟ لان اللجوء للاثبات يعتبر بيهد القرينه القاطعه للمشرع حطها. قرينه قاطعه ما يجوزش ان انا الجا للاثبات، لان حسبت ازاي حاجه المشرع نفسه حط قرينه بالنسبه لها. في احوال معينه في قرائن غير قاطعه، يعني المشرع حط قرائن معينه لكن هي غير قاطعه. نضرب لها مثل زي ايه؟ القرينه بتاعت ان المستاجر لو بيسدد القسط الاخير من الاجره ده يعتبر قرينه انه هو مسدد الاقساط السابقه عليها. انا هنا مش محتاج ان انا اروح اثبت ان انا دافع كل المده المتنازع عليها. انا معايا اقساط باخر شهر
عمر المجرم هياخد مني شهر 12 وهو مدينني ب 1 و2 و3 و4 و5 من باب اولى ياخده يقول من القديم، بالذات دي قسط جديد وانت مديون بالقديم. فالمشرع اعتبر ان سداد القسط الاخير يعتبر قرينه ان انا مسدد اللي قبله. هنا المستاجر اللي بيستند للواقعه دي في الوضع اللي احنا اتكلمنا فيه مش محتاج ان هو يرجع للاثبات. اللي بيحصل بقى ايه؟ ان المؤجر اللي القرينه دي ضده يجوز ان يرجع للاثبات. يعمل ايه بقى؟ يثبت ان كان هو مسدد الاخير اللي معاه اتصال بيها، لكن لا ذمته مشغوله بالديون عن الشهور الثانيه اللي هي سابقه. فدي اسمها قرينه بسيطه، رغم ان المشرع وضعها لمصلحه واحد من الاطراف، لكن يجوز الطرف الثاني اللي بنحتاج بيه عليها انه يثبت عكسها، ان هو يرجع يثبت العكس. يبقى هنا الحاله دي تعتبر برضو بتعفي من الاثبات. عندنا حاله ثانيه اللي هي في القانون المدني بالنسبه لوضع اليد للتقادم المقصد. لو ثبت ان اللي بيطلب انه يتمسك بالملكيه بوضع اليد وضع يده على العقار في تاريخ لاحق مثلا سنه 2010، وثبت قدام القاضي ان وضع ايده كمان سنه 2005، لكن ما عندوش حاجه تفيد ان هو وضع ايده في خلال الخمس سنين المتوسطين اللي هم ما بين 2005 وما بين 2010. هنا المشرع حط قرينه بسيطه انه يفترض ان اللي وضع ايده في وقت السابق وثبت وضع ايده في وقت لاحق يبقى يعتبر ان هو دي قرينه ان وضع ايده في المده اللي ما بين المده البينيه والوسطانيه. يعني كده يعتبر انت وضع يدك من 2005 ل 2010، لكن برضه دي قرينه بسيطه يجوز ان هو يثبت عكسها من طريق اللي هو الخصم الثاني اللي انت محتاج بيه على القرينه. الحاله الثالثه اللي القانون اعفى فيها من الاثبات الوقائع والمعلومات العامه اللي كل عارفها. ان الثوره قامت في 2011، الشهر 30 يوم، ايام الاسبوع 7 ايام، دي حاجات تبع حاله الاثبات، لان دي حاجات ثابته ومعروفه من العلم العام. حاجه ان انا حاسبه ايه؟ حاسبه حاجه معروفه بالكفه مش هينفع. وبرضه لا يجوز اثبات القانون. الماده القانونيه اللي انا بستند لها مش بثبتها، انا بثبت الوقائع عشان الحكم القانوني ينطبق عليها. يبقى كده في ده اللي يجوز اثباته وده اللي لا يجوز اثباته امام المحاكم. عندنا حاجه ثانيه في حقوق الاثبات اللي هي عيب الاثبات. عيب الاثبات مين اللي مكلف ان هو يثبت قدام المحكمه؟ دي مساله مهمه حسمها نص الماده 1 من قانون الاثبات، قال على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص من الالتزام ده. يبقى عيب الاثبات دايما مين؟ على المدعي. اللي هي القاعده الشرعيه المعروفه البينه على من ادعى واليمين على من انكر. برضه تعتبر القاعده دي رغم ان هي القاعده العامه، لكن برضه عليها استثناء اللي احنا لسه قايلينه، لو في قرينه معينه لصالح طرف معين دي بتعفي الطرف اللي قررت لصالحه من الاثبات. فيكفي ان هو يتمسك بيها. ممكن نضرب لها مثل بالدعوه بتاعت التعويض. لو انت رافع دعوه تعويض بناء على الماده 163 اللي هي المسؤوليه عن الاعمال الشخصيه، هنا عليك ان انت تثبت ثلاث حاجات. تثبت الخطا، وتثبت الضرر، وتثبت رابطه السببيه ما بين الخطا وبين الضرر، وبناء عليه شكرا. فبتثبت ماشي كويس، ضرب شكرا. راجل 10 زمان خلي بالك. فبيثبت بعد كده اخر حاجه الاحقيه في التعويض. انا بثبت الخطا، ثاني حاجه بثبت الضرر، ثالث حاجه بثبت رابطه السببيه ان الضرر اللي اصابني مترتب على الخطا اللي المرتكب الفعل الضار قام بيه، وده اللي اصابني بالضرر. يعني في رابطه سببيه، الضرر ما كانش هيسيبني لولا الفعل بتاعه. بناء عليه انا بثبت ان انا استحقيت التعويض في الاخر. لكن عندنا المسؤوليه عن حراسه الاشياء، هنا مسؤوليه عن حراسه الاشياء المشرع حط قرينه ان الخطا مفترض في مواجهه حارس الاشياء او حارس الحيوان. هنا الخطا مفترض في مواجهته، عقار انهار، انا لما ارفع دعوه تعويض عن انهيار العقار دوت ما بثبتش الخطا والضرر والسببيه. هنا بيفترض ان الخطا ثابت في مواجهه اللي هو حارس البناء او مالك العقار في الفرض اللي احنا قلنا عليه، وانا بثبت الضرر اللي صابني وبثبت رابطه السببيه. حتى اللي يثبت كده ايه؟ ان احنا بنلاحظ الاحكام اللي بتطلع التحقيق بالنسبه للضرر اللي بيصيب اهل المتوفي في حوادث انهيار العقارات ما بيطلعش حاله للتحقيق لذات الخطا والضرر والسببيه، لا ده الحكم بيقول ليثبت المدعي الاضرار التي اصابته وانها ناتجه او بسبب هدم العقار. هنا الحكم بيطلع بالصيغه دي لان القاضي عارف ان انت ما تثبتش الخطا، فبيقول اثبت الضرر واثبت السببيه. على الجنب التاني بقى بيقول ايه في الحكم؟ ما بيقولش زي الصيغه العاديه وصرحت للخصم بالنفي، بيقول لا
وعلى المدعي عليه انه يثبت ان وقوع الضرر نتيجه تهدم العقار راجع لسبب اجنبي لا دخل له، لان هنا في قرينه فالقاضي هو بيحكم بيراعيها وعارف بيقول لك اثبت ايه وبيقول لك ما تثبتش ايه. ده يعتبر في علم الاسباب دي بتلفي عنك العلم اللي انت تثبت. في نقطه مهمه وللاسف في ناس زملاء بيخطئوا فيها كتير في القضايا، ان المفروض المشرع بدل ارقى عيب الاثبات على المدعي انا ما بتطوعش ان انا اثبت شيء. واحد ادعى ان انا قصرت معاه في اي شيء، قصرت في عملي، قصرت في اي حاجه او كبديل ما وفيش الالتزام بتاعي، اللي رفع الدعوه وبيدعي التقصير ده هو اللي عليه عيب اثباته. احكام النقض قالت ان انت ما تطوعش ان اثبات شيء انت غير مكلف ان انت تثبته، ان المشرع حط قرينه ان المدعي هو اللي بيثبت، فانا ما خالفش القرينه دي. لو انا خالفت القرينه دي ولو انا اتطوعت ان اثبت شيء انا غير مكلف ان انا اثبته، لو اخفقت في كده ده يعتبر قرينه ضدي، ممكن ان ده بناء عليه يتحكم عليا. فاحنا بنحترم عيب الاثبات اللي هو مدعي، وده اسهل من الناحيه العمليه للمحامين. اللي مكلف ان هو يثبت شيء يثبته، انت بتدعي ان انت مدين، هات ما يفيد سند الدين او اثبت المدونيه دي، مش انا اللي اروح اثبت ان انا بريء من الدين، انت اللي بتدعي وعايز اتحكم لك عليا بالدين، اثبت ان انا مديون لك بسند الدين او ان انا مديون لك باي طريقه من الطرق، لكن انا ما بثبتش ان انا ذمتي بريئه لان الاصل براءة الذمه. القاعده بتاعت عيب الاثبات يعتبر برضه ليها تطبيقات في قانون المرافعات، ان احكام النقض قالت الاصل في الاجراءات الصحه. يعني يفترض ان انت رفعت قضيه قدام المحكمه، شيت في الاجراءات بتاعتها، يفترض ان الاجراءات دي سليمه، يفترض ان الاجراءات صح، العريضه اترفعت صح، البيانات اللي فيها مظبوطه، اتعلمت بالطريق السليم، البيانات اللي فيها كلها مظبوطه، عنوان الخصم اللي انا المدعي عليه بعلمهم فيه صح، يبقى هنا الاصل في الاجراءات الصحه. اللي بيدعي ان الاجراءات دي فيها بطلان او بيدعي ان في عيب في الاجراءات عشان يوصل لدفع معين، اللي بيدعي ان القضيه اترفعت قدام محكمه غير مختصه عليه ان يثبت انهي محكمه اللي هي مختصه. انت بتدفع بعدم الاختصاص، انا رفعت القضيه قدام محكمه العطارين لان انت محل اقامتك فيها، يبقى يفترض ان محكمه العطارين هي المختصه، القضيه اترفعت وشغاله قدام منها، انت بتقول لا المحكمه مش مختصه، يبقى عليك عيب اثبات الدفع بتاعك، قلت الصحيفه اللي انت اتعلمت بيها الصحيفه دي باطله، عليك ان انت تثبت وجه البطلان اللي في الصحيفه فين بالظبط. فاللي بيدعي شيء عليه انه يثبته لان الاصل في الاجراءات ان هي صحيحه، واللي بيدعي العكس عليه ان هو يثبت. عندنا نقطه مهمه اللي هي مبدا الثبوت بالكتابه. منصوص في المادتين ودي قواعد شهيره كلنا بنرجع لها، الماده 60 والماده 61 من قانون الاثبات بتقول ايه؟ الماده 60 بتقول في غير المواد التجاريه إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على 1000 جنيه، ده آخر تعديل ليه. التعديل ده كان في 2007 وهو اللي احنا ماشيين بلغاية دلوقتي، هو ده النصاب بتاع الإثبات، أو كان غير محقق بالقيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على 1000 جنيه لم تأتي إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل. يبقى هنا القاعده العامه ان لو النزاع بتاعي القيمه بتاعته معديه ال 1000 جنيه، هنا ما ينفعش ان انا اطلب من القاضي اللجوء لشهاده الشهود. هنا الماده قالت ايه؟ قالت الا اذا كان في اتفاق على غير ذلك. ممكن وانا عامل عقد مع الطرف الثاني نقول فيه ان احنا اتفقنا ان لا يجوز سواء انا او انت في النزاع بتاعنا مستقبلا ان احنا نرجع لشهاده الشهود. يبقى هنا مش هيبقى الاثبات غير بالكتابه فقط. ما يجوزش ان انت تلجا لشهاده الشهود لو ان ما فيش اتفاق، لو في اتفاق احنا ملزمين بيه لازم ان احنا نحترم، حتى لو النزاع اللي بيني وبينك صار على مبلغ قيمته اقل من 1000 جنيه، لكن ما دام اتفقنا يعتبر الاتفاق ملزم، هنا المشرع احترم الاتفاق ده. يبقى لو المنازعه اكثر من 1000 جنيه ما يجوزش ان انا اثبتها بشهاده الشهود خالص. الماده 61 اثبات قالت ايه؟ قالت لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على 20 جنيه. هنا احنا قدام حالة تانية، هنا فعلا النزاع بيني وبينك قيمته اقل من 1000 جنيه، يبقى المفروض ان انا الجا لشهادة الشهود زي المادة الأولانية ما قالت. المادة 61 حاطط استثناء، حتى لو النزاع بينك وبين خصمك اقل من 1000 جنيه ما يجوزش ان انت تلجا للاثبات بشهادة الشهود في كذا حالة. الحالة الأولانية
فيما يخالف او ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. انت هنا بتقول ان انا مداين الخصم بتاعي باجره شهريه عن الشقه اللي هو قاعد فيها 500 جنيه وليا عند 450 جنيه، ليا عند الراجل ده شهرين ب 900 جنيه، فانا دلوقتي بطلب الزامه بقيمه الايجار ده. هنا يجوز ان هو يلجا لشرط الشهود لان المبلغ اقل، لكن لو في دليل كتابي بيفيد براءه ذمه المستاجر، المستاجر معاه اصالات بتفيد ان هو مسلم، يبقى هنا بتطبق الحاله الاولى، فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي. مش هقدر اقول للمحكمه ده اللي انا بطالب بيه اقل من 1000 جنيه وفعلا يحق لي ان ارجع لشرط الشهود. ليه؟ لان الاثبات هنا هيخالف دليل كتابي. في ايد المستاجر اللي انا بشتكيه سند بيفيد ان الراجل ده ذمته بريئه من المبلغ اللي هو داخل في الاثبات بشرط الشهود. فما ينفعش ان انت تطلب الاثبات بشرط الشهود عشان تثبت مديونيته في حين هو معاه ورقه مكتوبه بتفيد ان الراجل ده ذمته بريئه. يبقى الحاله الاولى حتى لو المبلغ قيمته اقل من 1000 جنيه ما يجوزش ان انت ترجع لشرط الشهود. ليه؟ لان معاه مخالصه او معاه دليل كتابي بيفيد براءه ذمته. فالدليل الكتابي يعتبر في مرتبة أعلى من شهادة الشهود. ما ينفعش الوسيلة الأقل اللي هي شهادة الشهود تواجه حاجة أعلى اللي هي الكتابة. فما ينفعش إن أنت تثبت الدين بشهادة الشهود حال إن براءة الذمة ثابتة بورقة كتابية. الحالة الثانية إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. المبلغ الكبير اللي أنت طلبت بيه كان متجاوز الإثبات بشهادة الشهود، لكن النزاع انتهى على جزء تاني اقل، ما دام ده جزء من كل وكل داخل متجاوز النصاب يبقى مش هينفع ان انت تثبت الجزء اللي بشرط الشهود لانه يعتبر جزء من الكل اللي هو لا يجوز اثباته. الحاله الثالثه اذا طالب احد الخصوم في الدعوه بيمه تسديد قيمته على 20 جنيه ثم عدل عن طلبه، ده القاعده قبل التعدي المفروض 1000 جنيه، ثم عدل عن طلبه الى ما يزيد عن هذه القيمه. انت طلبت مبلغ اكثر من 1000 جنيه ثم عدلت طلبك للي هو اقل من كده. هنا المشرع افترض ان انت تتحايل وان انت ما انتش عارف تثبت، فعشان القاعده بتمنعك ان انت تثبت بشهاده الشهود فيما يجاوز النصاب فعدلت طلبك للاقل فمنعك ان انت تلجا لكده. بعدين هنا عندنا قاعدتين احنا قلناهم، ماده 60 61 اثبات حطوا القاعده العامه ان المبلغ اللي هو اكتر من 1000 جنيه لا يجوز ان انا الجا لشهادة الشهود بالنسبه له، المبلغ اللي هو اقل هو اللي يجوز ان انا الجا لشهادة الشهود بالنسبه له في غير الحالات اللي هي بتاعت الماده 61. نيجي بقى للنقطه المهمه اللي هي بتعمل مشاكل. اذا كان ما فيش دليل، يعني ما فيش دليل ما كتبوش في دين اكتر من 1000 جنيه ما فيش دليل الا شهادة الشهود لاثبات الدين دوت، هنا اللي بيحصل حاجه، القاعده اللي احنا هنقولها لو انت ما عندكش اي وسيله مش هتقدر تثبت، فبتلجا لمين الحاسمه؟ انت مداين واحد بمبلغ كبير وانت دلوقتي الراجل متهم في حقك، ما خدتش عليه اي مستند، ما فيش حد بيداين حد بمبلغ كبير ولا ياخد عليه ورقه ولا اقساط امانه ولا عقد. ازاي مبلغ قيمته كبيره وانت ما معكش سند دين بالقيمه بتاعته؟ لا انت هنا قصرت في حق نفسك. هنا الموضوع ليه اكتر من حل، يا اما بتحتكم لذمه خصمك وتطلب توجيه اليمين الحاسمه ليه، يا اما الحاله اللي احنا هنشرحها بقى اللي هي بتلجا مبدا السجود بالكتابه. مبدا السجود بالكتابه هنا انت ليك حق عن خصمك لكن ما انتش قادر ان انت تثبته، فعايز تلجا لشهاده الشهود، لكن القيمه كبيره مش هينفع ان الجا لشهاده الشهود وهي معديه 1000 جنيه. هنا بقى الماده 62 اثبات حطت الحل، قالت ايه؟ يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتاب. يعني يجوز ان انت تلجا تطلب من القاضي ان انت تثبت بشهادة الشهود رغم ان المبلغ معدي ال 1000 جنيه ولازم تثبته بالكتابه اذا وجد مبدا السجود بالكتابه. ايه هو مبدا السجود بالكتابه؟ كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، تعتبر مبدا السجود بالكتابه. هنا انا معايا ورقه من خصمي، انا صحيح مدينك باكتر من 1000 جنيه لكن ما معيش ورقه تثبت الدين اللي هو اكتر من 1000 جنيه، لكن معايا ورقه ثانيه. الورقه الثانيه بقى دي عباره عن ايه؟ المشرع اشترط فيها ان هي تكون صادره من الخصم، يعني الخصم هو اللي الورقه دي بتجي بيها عليه. بيصادف ان التجار وهم قاعدين بيكتبوا ورقه
الأستاذ محمد ورد مثلا البضاعة الفلانية دي، استلمت مثلا الكميات دي، أيوة أنا استلمت قد كده، وصل قد كده، وكاتب اسمنا على اليمين، وكاتب في ورقة حصلت في واقعة قضية من القضايا، إن كانت الورقة راجل بقال كاتب فيها على اليمين الكميات اللي وصلته، وكاتب اسم الراجل الثاني اللي على الشمال الكميات اللي هي اتبعتت، وكاتب تحته إن مسدد كسب. هنا الراجل قال التاجر بتاع الجمله الكميات اللي على الشمال قيمتها قد كده، قيمتها مثلا 5000 جنيه، هو كتب تحت مسدد 1000 او 2000، يبقى الورقه دي تعتبر تجهز لي ان انا الجا لشهاده الشهود. ليه؟ صحيح المبلغ بتاعي معدي 1000 جنيه ولازم يكون فيه ورقه بيه، لكن هنا في كتابه صادره من الخصم، في كتابه صادره من المدين بخط ايده، كتب ورقه ومكتوب بخط ايده قال ان وصله قد كده وان هو سدد قد كده. طب لما انت كتب بخط ايدك ان انت سددتني، طب فين الباقي؟ ومكاتب ان الكميه دي ورقه. فلو كتابه صادره من الخصم دي بتجز ان انا اطلب من القاضي، دي بتحسس القاضي ان في قرينه ان الحق بتاعك فعلا قريب الاحتمال، انت ما انتش بتدعي على الراجل ده ولا انت فعلا مش بدينه ورايح ترفع عليه قضيه. طيب معلش عشان نقفلها بس. طب ما فيش دليل بالكتاب. الواتساب بقى ده اللي ليه قصه وحكم نقض شهير، احنا هنحلوه دلوقتي. بتتكلم على ايه؟ تقول ايه؟ ايوه هو ما عندوش حاجه، يعني في دين بس ما عندوش اي حاجه تثبت ان في قصه. ما نحتاج لمين يحسبها؟ في واقع هنقولها اتعرض على محكمه النقض من حوالي بتاع سنتين، كانت قضيه كبيره ما بين شركات كبيره، وكان المفروض ان في تعاقد على توريد حاجات معينه. بعت الشركه اللي وردت البضاعه للشركه الثانيه ما رضتش ان هي تدفع، اترفعت القضيه. القضيه راحت قدام الخبير، المحامي جه قدام الخبير وورى الرسائل اللي على الواتساب اللي بينهم وبين بعض، وقال فيها ان احنا في عقد موجود وادي ده بيفيد ان في علاقه تعاقديه ما بيني وما بينه ونزل فيه الكلام ده. الخصم الثاني المدعي عليه قال لا، انا بكحد الصور الضوئيه اللي بكحد الرسائل اللي موجوده على الواتساب اللي هي على التليفون، وبطلب الزامك ان انت تقدم اصلا. خبير نهى المأموريه ورجعها لان كانت واقعه غريبه ما تعرضتش على القضاء المصري، ان احنا بقى ايه لسه من سنتين هنبدا نحتجب الرسائل بتاعه الواتساب في المعاملات، وده الحكم ده حط مبدا شهير وماشيين بيه. لما جت القضيه قدام المحكمه اهدرت حجيه الرسائل. لما جت القضيه اتعرضت على محكمه النقض حطت مبدا مهم قالت ان الرسائل اللي على الواتساب دي تعتبر عايز تطع ما يجوز انت تنكرها. هنا المحكمه طلعنا بمبدا من الحكم دوت ان المحكمه ما اعتبرتش الرسائل اللي على الواتساب دي محرر رسمي، لا دي اعتبرتها زي ما تكون هي محرر رسمي. لو انا قدمت الرسائل اللي على الواتساب ما بيني وما بين المدين او ما بيني وبين اي واحد في بيني وبينه معامله، ما ينفعش ان هو يكحد الرسائل اللي موجوده على التليفون. محكمه النقض قالت تعتبر اصلا. وحكم محكمه النقض طلع سليم لسبب، قال ايه؟ قال الرساله اللي بتتبعت اساسا مالهاش اصل. ليه؟ انت عباره عن نقط ورموز انت بتبعتها من تليفونك بتروح القمر الصناعي بتتعالج ويتعاد توجيهها للتليفون اللي هو الثاني، فين الاصل بتاعها؟ يعتبر نسخه عند المرسل ونسخه عن المستقبل، هي تمت معالجتها عن طريق القمر الصناعي عشان يتعاد توجيهها، فتعتبر ان دي اصل ويحتج بيها. عايز تطعن اطعن بالتزوير على رسائل، واحتجت بالرسائل واعتبرت ان ده تعاقد، وبناء على كده راجع للشركه مبالغ كبيره ملايين. فالرسائل بتاعت الواتساب لو موجوده نقدر ان احنا نحتج بيها في الفروقات اللي احنا بنقولها، لو مش موجوده يبقى بتشوف مبدا ثبوت بالكتاب. لو معاك اي كتابه صادره من الخصم تقدر ان انت تحتج بيها وتطلب من القاضي الاحاله للتحقيق. لو خصمك دفع وقال لا ما يجوزش الاحاله للتحقيق لان الدين اللي هو بيطالبني بيه قيمته معديه ال 1000 جنيه، لا يجوز اللجوء لشهاده الشهود. بقول لا، هنا في حاله مبدا ثبوت بالكتاب. يعني في كتابه صادره من الخصم ده اول شرط، ثاني حاجه تجعل الحق قريب الاحتمال، ده ورقه هو اللي كاتبها، هيكتب ورقه ليه الا اذا كان ان هو مديون او اذا كان في تعامل وهو اثر فيه ومديون فيه وزمته مشغوله بالدين وبيحق لي ان انا اطلب بناء على كده الدين ده منه. رقم الطعن ما حضرتك هجيب لك في هنا في حكم نقض قال اذا قدم الخصم ضمن مستنداته خطاب مرسل لوم الخصم، الواقعه دي كان واحد بعت لخصمه جواب، فان المحكمه لا تكون قد اخطات اذا اعتبرت ان هذا الخطاب بمثابه مبدا ثبوت بالكتابه ضد الاول، لان تقديم الخصم مستند ليه في الدعوه يفيد تمسكه بما ورد فيه، فيصح الاحتجاج كليه بمضمون. نقض 16/4/53 مجموعه المكتب الفني السنه الرابعه
صفحة 904. في واقعة تانية برضو لو عايز، قالت محكمة النقد بأن الإصرار المعطى من البائع لمن استرد منه عقد البيع اللي كان أودعه إياه يجوز المشتري أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع. في واحد عمل عقد بيع وأودع العقد عند البائع، استرد منه المبيع وخلى العقد موجود عنده، مرضاش انه يدوه، فتم رفع قضيه عايز يثبت ان البيع حصل ما معهوش عقد، فاعتبرت ان الوصل اللي هو البائع اداني المشتري ان نسختك موجوده معايا، ده يعتبر مبدا ثبوت بالكتابه يجزك ان انت ترجع لشركه الشهود عشان تثبت حصول واقعة البيع. ده برضه كان حكم مهم. قال بان الاصابه المعطى من البائع لمن استرد عنه عقد البيع الذي كان قد اودعه اياه يجوز المشتري ان يعتمد عليه في اثبات حصول البيع له مدى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه. نقد 5/12 1940 مجموع احكام النقد 25 سنه صفحه 44 رقم 152. هنا برضو في نقطه مهمه، مجموعة المكتب الفني اللي احنا بنرجع لها دي اتنشأ سنة 50، شركات تلاقي الحكم سنة 53، مجموعة المكتب الفني السنة الرابعة، من سنة 31 لغاية سنة 50 دي بنرجع لمجموعة أحكام النقد، شركات تلاقي الحكم اللي هو سنة 40 مكتوب مجموعة أحكام النقد، ما كانش المكتب الفني لسه ولش. يبقى هنا الورقة بتخليني إن أنا أقدر أطلب الإحالة للشهود. طب في سؤال هنا عايزين نسأله لكم، واحد راح في بلاغ بتاعه في اسم الشرطة أو في محضر جلسة قال أقوال معينة، يصح إن أنا أخذ المحضر دوت وأحتج بيه عليه وأطلب إن أنا أعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة وأطلب الإحالة للتحقيق؟ ده محضر شرطة مش هو اللي كتبه، هو مالي مندوب الاستدلالات اللي هو خد الكلام على لساني وكتبه، أنا ما باخدش أقل مكتب مكان أمين الشرطة، فيفترض إن هو ياخد بلاغ مني وكتبه في المحضر، ده محضر. هل أقدر إن أنا أستند له ارفع اطلب الاحاله التحقيق واعتبره ده في الكتاب ولا لا؟ ايوه هو زمان وقع عليه، وقع على اقواله، وقع على اقواله، لكن مش هو اللي كتبها، الورقه بالصدره من الخصم. ايوه بس هو موقع، فهو مسؤول عن الجزء اللي مكتوب. تمام كده، محكمه النقد قالت زي ما انت قلت كده، قالت ان دي اقوالك صدره منك، حتى صدرت محضر جلسه اتثبتت في محضر شرطه، يقدر ياخد المحضر دوت وان انا احتج بيه عليه وبناء عليه اطلب الاحاله للتحقيق. على فكره في نقطه عايزين نقولها بالنسبه للحكم النقد اللي احنا قلناه اللي هو بتاع سنه 53. الحكم ده فيه برضه واقعه مهمه ومبدا مهم في الكون الاسباب اللي هو مبدا عدم جواز تجزئه الدليل. انت قدمت جواب دلوقتي كدر واقعه دي ان هو قدم جواب صدر له من خصمه، عايز يحتج بالجواب ده على خصمه. عايز يستند لسطرين ثلاثة موجودين في الجواب بيثبتوا ان هو ليه حق عند خصم، في حين المحكمة لو قرأت الجواب كله هتلاقي زي ما انت ليك حقوق عند خصمك بموجب الخطاب ده برضه خصمك ليه حقوق عندك. فهنا المحكمة العبارة اللي افتكرت ان احنا نعلق عليها ان هي قالت ان هو يصح الاحتجاب والتقديم من خصم مستندا له في الدعوة يفيد تمسكه بما ورد فيه، فيصح الاحتجاج كليا بمضمونه. يعني معناها ايه؟ اللي بيقدم ورقه بيحتج بيه كليا، زي ما بتاخد بيها كدليل لو في حاجه في الورقه دي ضدك يحتج بيها عليك. ده المبدا مشهور في قانون الاثبات اساسيه ان مبدا عدم جواز تجزئه الدليل. ده بيتطلب مننا ايه كمحامين؟ لما حد يجيب لك ورقه بنقرا الورقه بتمعن وبنقرا الورقه كويس. للاسف المحامين الصغيرين ياخد الورقه يقرا منها سطرين ده بتفيد ان انت ليك حق عنده، ياخدها ويرجع يبيعها للمحكمه. لازم اقرا الورقه بتعني ولازم اتمعن فيها ولازم اشوف الورقه دي زي ما هيؤخذ منها ليا هيؤخذ منها ضدي، فلازم ان انا اتمعن فيها عشان ممكن ان الخصم يوجه دعوه فرعيه يطلب بحق يكون موجود ليه في الورقه اللي هي بتتقدم. لازم ان انا اتاكد منها ليه؟ الدليل لو اتقدم ما ينفعش ان هو يتكسر. ما ينفعش تقول للقاضي خد بالفكره دي اللي تفيد ان ليه حق عنده وسيب الباقي لان ده انا مش عايز لا. اللي حصل في الرقعه دي ان المحكمه قالت تقديم الخصم المستند له في الدعوه يفيد ان انت تتمسك بيه. الورقه اللي بتقدمها انت كده متمسك بيها. يبقى يصح الخصم كمان يتمسك هو كمان بالجزء اللي يخصه.
فنجمعها بالنسبه للورق اللي احنا بنقدمه. ما ينفعش ان احنا نتمسك بجزء وجزء لا، لا ده ايه اللي اتاخد بيه كله. وزي ما قلنا بالنسبه للواقع بتاعي المحضر، اي مستمع او اقوال انا قلتها برضه المحضر ككل هيتاخد منه. دي برضه القاعده دي بتحصل في المحاضر او بتحصل في محاضر الجلسات او في محضر الشرطه. انت رايح انت بتبلغ بواقعة معينة في المحضر بتاع الشرطة وفكرك ان الواقعة دي انت تقدر تحتاج بيها، لا، من الاقوال بتاعتك لو انت ما خدتش بالك يصح ان خصمك ياخد من الاقوال اللي انت قلتها دليل لصفة. يبقى محضر الشرطة زي ما انت قايل فيه حاجات صالحة بتبلغ بيها او بتدعي بيها على خصمك، في حاجات تانية انت ممكن تقولها هو يستفيد منها. كان حصلت في واقعة واحده راحت اشتكت جارتها وقالت اخذت الجمعيه وما سددنيش، وقايل كلام في المحضر بيفيد ان اللي فيه جزء اتسد. فهنا يفترض زي ما يؤخذ من الكلام ده ضدك زي ما يؤخذ ليك برضه هيؤخذ ضدك من الكلام ده. لو القاعده بتاعه مبدا السجود بالكتابه اتحققت، بقينا كتابه من الخصم يعني بخطه او صدر منه، يبقى زي ما قلنا محاضر الجلسات. تاني حاجه بتجعل وجود الحق قريب الاحتمال. هنا الفقه قال ما يكفيش ان احنا نعتمد بمبدا ثبوت الكتابه، لازم ان يكون كمان الكتابه دي القاضي ليه السلطه التقديريه اما يقراها لازم يشوف اللي انت بتقدمه ده هل فعلا يقدر يخلي ان انت ليك حق عنده قريب الاحتمال. القاضي يحس ايوه زي ما انت قلت كده من شويه الراجل ده يترجح انه يكون ليه حق، باين ان ليه حق عند الراجل ده لكن مش قادر ان هو يثبته. ففعلا الورقه دي تخلي الحق قريب من الاحتمال، فمن حقي ان انا اطلب الاحاله للتحقيق بناء عليه. هنا القاضي هو اللي عنده السلطه التقديريه وان هو اللي يقدر يشوف هل الورقه اللي موجوده بتفيد كده ولا لا. اذا حصل التمسك باعتبار ان الورقه ما تعد مبدا ثبوت الكتابه، فمحكمه الموضوع لها سلطه تقديريه كامله في اعتبار انها تجعل الحق المعتد به المدعى به قريب الاحتمال او لا تجعله، ولا تخضع في هذا لرقابه محكمه النقض متى بنت حكمها على اسباب سائله. يعني القاضي هنا هو بيقدر الورقه اللي انت بتقدمها اللي بتطلب الاحاله للتحقيق بناء عليها مبلغك اكثر من 1000 جنيه، القاضي هنا هو اللي يقدر ويقدر يشوف هل دي تنفع مبدا ثبوت الكتابه قويه ولا ضعيفه ما تخليناش ان احنا نحيل للتحقيق. محكمه النقض اللي قالت كده الحكم اللي عينه 27/2/1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 صفحة 342 ونقض جلسة 9/3/72 مجموعة السنة 23 صفحة 349. في حكم تاني قضت بأن شرط مبدأ السجود بالكتابة أن يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال، والنهي عن الحكم المطعون فيه بعدم توافر هذا الشرط في الورقة لخلوها من بيانات لو توفرت فيه لكونت دليل كامل في الإثبات. هذا النهي خاطئ لأنه وضع أساس لمبدأ خاطئ في السجود بالكتابة. ليه؟ هنا الراجل قال إن الورقة اللي متقدمة اللي خصمي عايز ياخدها مبدأ السجود بالكتابة في بيانات معينة ناقصة فيها. محكمة النقض هنا قالت في الحكم ده جلسة 28/1/1975 الطعن 149 السنه 39 ان انت هنا بتحط شروط القانون ما قالش عليها. الخصم راح طعن بالنقض وقال لا ده الورقه اللي انت جايبها في بيانات معينه ناقصه فيها، البيانات دي لو كانت موجوده كان فعلا من حق المحكمه ان هي تحيلها للتحقيق وتعتبرها مبدا ثبوت بالكتابه. محكمه النقض هنا قالت لا. ليه؟ لان الماده 62 ما حطتش شروط معينه في الورقه، سابت للقاضي السلطه التقديريه. انت بتقدم الورقه والقاضي هو اللي يقدر، هل الورقه دي اللي في ايد القاضي بعد ما انت قدمتها كدليل في الدعوه وطلبت الحاله تحقيق بناء عليها، القاضي يقدر من الصيغه بتاعتها، هل دي تخلي الحق قريب الاحتمال ولا لا؟ وبناء على كده هل هي قويه لدرجه ان احنا نقدر نطلب الحاله للتحقيق بناء عليها وتعتبر ماده ثبوت الكتابه ولا لا؟ ما اشترطش المشرع ولا الماده قالت بيانات معينه تكون موجوده في الورقه. لو تخلفت ما ينفعش القاضي يوديها تحقيق، ولو متوفر ان هي تروح تحقيق، لا، ده المشرع قال الورقه تكون صدر من الخصم وتجعل الحق قريب الاحتمال. قريب الاحتمال بقى دي داخله في السلطه التقديريه للقاضي، ما فيش بيانات معينه المشرع قال عليه. فهنا مبدا ثبوت الكتابه يا جماعه مبدا مهم، لانه لو احنا استعملناه صح
يقدر يخليني لو انا مش قادر ان انا اثبت شيء معين، لو قدرت ان انا اجيب الورقه او اخد اي اقوال من القسم بلاغ عمله، ممكن في قضيه من القضايا استندنا الانذار على يد محضر. واحده اتعينت قايمه وقالت للمحامي السابق بتاع جوزها ان ليك اتعاب عنده بس تبقى تاخدها لما هو يفرج عنه. هنا يعتبر اللي اتقال في الانذار اقرار منها ان الراجل فعلا وبصفه القايمه عليه ان هو المحامي بتاعه ليه حق عنده، وانت اقررتي بيه وقلتي ابقى خده منه بعد كده قدام في فتره معينه مستقبليه، ده يعتبر اقرار بالحق. ناخده ونستنده قدام المحكمه لانه ورقه قضائيه مش بمشوار عليها كمان، صدره من الخصم ومنسوبه ليه وقال فيها واقعه معينه، يبقى يصح ان انا استند ليها. فلازم ناخد بالنا واحنا بنسوق الورق، لازم ناخد بالنا وانا بعمل انذار بهدد الخصم بشيء، لازم ان انا الكلام بتاعي يكون منضبط ما يتاخدش من الكلام ده عليا. ودايما بننصح المحامين الصغيرين ان دايما وانت بتكتب القضيه او بتاخد اي اجراء اقعد على الجنب الثاني من الترابيزه، فكر بعقليه خصمك، شوف الورقه دي ممكن انت لو مكان الخصم اللي بتوجهها له هيستعملها ضدك ازاي؟ لازم نكتب بتأني ونكتب واحده واحده ونكتب الكلام منضبط عشان الورقه لو طلعت مني مش هقدر ان انا اعدل فيها، والورقه لو طلعت زي ما قلنا لسه قايلين هتعتبر ايه؟ هتعتبر ان هي دليل لا يجوز تجزئته، ما ينفعش اصدق في الورقه الاولانيه انا قايل ليا حق وفي الورقه الثانيه لا، ما دام اتقدمت هيتاخد من الورقه كلها كدليل كلها كامل، الدليل ما يتجزئش. فبيتاخد منه لصالحك وبرضه بيتاخد منه عليك. ما احنا بنحكي نضرب بس العيال. تلعب في يا جماعه بقى حاجه مهمه اللي هي بقى اليمين الحاسمه. اليمين الحاسمه مهمه جدا لسبب. انت دلوقتي اليمين بتحتكم لذمه خصمك. انت ما معكش ورقه، ما معكش اي حاجه تفيد حقك خالص. فالفقهاء بتوع الاثبات بيقولوا ايه بالبلدي كده، انت بتحتكم بذمه خصمك. انت بتقول له خلاص احلف، انا معيش اي ورقه بتفيد الدين او بتفيد الحق اللي هو موجود. اليمين الحاسمه بتختلف عن اليمين المتممه ان ممكن القاضي والقضيه شغاله حاسس ان في جزئيه معينه القاضي عايز يتاكد منها والورق بتاع الدعوه ما يحسمش النقطه دي، وانت مفيش تحت ايدك حاجه تحسمها، فالقاضي هنا بيلجا لليمين المتممه، بيوجه اليمين لواحد من الخصوم بخصوص جزئيه معينه القاضي عايز يحسمها عشان يفصل في القضيه، مفيش في الورق اللي هو يحسمه او اللي يساعد القاضي انه يوصل لها. فهنا القانون اجاز القاضي ان يلجا لليمين المتممه. اسمها يمين متممه ليه؟ لان القاضي بيتمم او بيكمل اليقين بتاعه بانه يلجا لليمين اللي بيوجهها لاي واحد من الخصوم. مش شرط يوجهها بقى للمدعي، ممكن يوجهها للمدعي عليه، ممكن يوجهها لخصم مدخل او خصم متدخل في القضيه. دي بتختلف بقى عن ايه؟ عن اليمين الحاسم، حتى من اسمها بتحسم النزاع، بتؤدي ان خلاص النزاع نفسه اللي بيني وبين خصمي اتحسم. اليمين الحاسمه هنا الديه ملك للخصم، القاضي ما يبلغش زي اليمين المتممه اللي يوجهها، لا القاضي اللي هيوجه اليمين بيوجه يمين متممه. اللي يتمثل في اليمين الحاسمه الخصم اللي جوه القضيه، سواء المدعي عليه او سواء المدعي، يبقى اليمين الحاسمه ملك للخصم او ملك المدعي اللي هو بيديه حق معين، مش ملك للقاضي. ما شفناش خالص ولا بتحصل ان تطلب من القاضي توجيه اليمين الحاسمه، اليمين الحاسمه توجه من الخصم. ممكن تطلب من القاضي توجيه اليمين المتممه، لكن اليمين الحاسمه اللي بيحسم النزاع هو اللي بيطلبها، بيطلب توجيهها هو للخصم. طيب اليمين الحاسمه رغم ان هي ملك للخصم، لكن في حالات معينه ما ينفعش ان انت تطلب توجيه اليمين الحاسمه رغم ان القانون اجاز لك ورغم ان انت مفيش تحت ايدك دليل. الحاله الاولى عدم توجيه اليمين الحاسمه عشان تنفي قرينه قاطعه. الحاله دي احنا لسه قايلين عليها، الماده 101 اثبات قالت الاحكام بتكون حجه فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينفي هذه الحجيه. معاك حكم حكم لصالحك بشيء معين، ما ينفعش ان انت خصمك بيحتج بالحكم انت توجه له اليمين الحاسمه عشان تنفي حجيه الحكم دوت. مادام الحكم فصل وبقى له حجيه وحاز قوه الامر المقضي ما يجوز اي دليل ينقض الحجيه دي، فما يجوز ان احنا نلجا لليمين الحاسمه وهي في الترتيب تعتبر دليل اقل من القرائن القاطعه عشان اهدها. ما ينفعش نلجا
لليمين الحاسمة في الجزئية دي، لأن حجية الأحكام تعلو النظام العام. يعني حتى لو الحكم حكم بشيء وتبين انه غلط، لا الحكم احترم في اللي فصل فيه، ما يبص ان انت توجه اليمين الحاسمه. تاني حاجه، ما ينفعش توجه اليمين الحاسمه لواحد غير اللي هو انت بتبتعد عليه، اللي هو الخصم اللي موجود معاك هو اللي انت توجهه اليمين، الخصم اللي بيطالبك بشيء او اللي انت بتطالبه بشيء لازم توجه لشخص المدعى عليه. يعني لما يجي الخصم بتوجهه اليمين الحاسمه بيحلف عن واقعه تخصه، احلف ان انت سددت لي الدين ده. في قضيه كانت معانا والحمد لله خدنا حكم فيها في الاستئناف، كانت عمل عقد تخارج من شركه ونتيجه لفيه صله ما بين الاطراف، الراجل ما اخدش فلوسه مقابل التخارج، واتكتب في العقد ان تم التخارج ما بين الاثنين، والطرف الثاني مضى ان هو تخرج وان هو اخد حقوق. الراجل ليه حق والطرف التاني ما رضاش ان هو يديله حقه، مفيش تحتيه اي دليل خالص، مجرد ورقه عقد عرفي بيفيد ان التخارج حصل ما بين الاثنين. مفيش حد قدام مني غير ان انا رفعت القضيه وطلبت من محكمه اول درجه توجيه اليمين الحاسمه. كان ده السنه اللي فاتت. اليمين الحاسمه ان الراجل ده تقاضى حقوقه منك مقابل التخارج مبلغ كذا. للاسف محكمه اول درجه قالت رفضت القضيه وقالت ان انت ما حددتش المبلغ بالظبط اللي انت قصدك عليه، ما حددتوش. طيب دلوقتي كان المحكمه عملنا استئناف وقلنا المحكمه كان ليها ان هي تلفت نظر الخصم اللي يوضح الشيء اللي هو موجود في اليمين، لكن ولا انت المحكمه طلبت مني ان انا اعدل الصيغه ولا خدت الصيغه على زي ما هي ورفضت الحكم ده. عدلنا الطلبات قدام الاستئناف، حددنا ان المبلغ كذا وقلنا صيغه يمين جديده. محكمه الاستئناف حكمت بتوجيه اليمين الحاسم، صدر الحكم بناء على كده ان احنا حطينا صيغه معينه ان انا اديت فلان الفلاني اللي هو المدعي المبلغ مقابل التخارج والتوجيه. المحكمه بناء على كده حكمت بتوجيه اليمين الحاسم. هنا انا لما وجهت اليمين وجهتها له قلت ايه؟ احلف انت بشخصك ان انت اللي سديت الدين، ما جبتوش عشان احلفه ان في شريك ثالث معاهم في الشركه سدني وانا ما سدنيش. فزي ما الشرط الاول ان ما يجوز ان انت توجه اليمين الحاسمه رغم ان هي حق ليك ومعكش اي مستند ولجأت لها لما ما معكش اي حاجه تثبت غير ان انت ترجع لليمين، زي ما انت ما يجوز توجهها اذا عشان تنفي فرينا قاطعه، ما يجوز توجهها ان الخصم يحلف على واقع ما تخصوش هو. اللي بيحلف يحلف على نفسه، عايز تحلفه حلفه على الحق اللي بينك وبينه، فاحنا ما حلفناه في القضيه حلفناه. احلف انت ان انت بنفسك سديت الراجل ده بحقه عن مقابل التخارج، مش تحلف عن شريك تاني، مش تحلف عن واحد خارج عن العلاقه دي اساسا، لا اللي بيحلف بيحلف عن نفسه. الصيغه مين اللي بيحددها؟ الصيغه اللي طالب توجيه اليمين هو اللي بيحددها، لكن بتخضع لرقابه المحكمه، ممكن يكون الصيغه فيها تعسف، ممكن تكون الصيغه ليس من شانها حسم النزاع. محكمه النقض قالت لازم تكون اليمين من شانها حسم النزاع. كان في قضيه كانت من حوالي بتاع 5 سنين كانت معانا، اللي طلبنا توجيه اليمين الراجل مستاجر مخبز وقال ان انا سادد الاجره دي كلها، وجي قدام الخبير مقدم جزء من الاصالات، المحكمة خدت بالجزء ده وفي تقريبا 2 أو 3 شهر في وسط المدة دي كانت تقريبا المفروض المدة المتنازع عليها من سنة 98 لغاية تقريبا 2010. الراجل ده قدم ورق قدام الخبير ان هو دافع من 98 لغاية 2003. المحكمة اعتبرت ان ده بدل ان انت سكت يعتبر ان انت مسدد المدة كلها. فطلبنا توجيه اليمين الحاسمه وقلنا لا احنا عايزين نحلفه عن المده كلها كمان. جه حلف عن برضه نفس المده، عملنا طلب اغفال ان اليمين المحكمه وجهتها الراجل حلف عن مده ناقصه من 98 ل 2003، في حين النزاع بيننا وبينه من 98 لغايه 2010، فهنا اليمين ليس من شانها حسم النزاع لان حلف على جزء في حين النزاع على مده اكبر. قدمنا طلب اخفال وطلبنا ان يحلف عن المده الثانيه، المحكمه فعلا اعتبرت ان في اخفال وجابته حلف عن المده الثانيه. نوصل من كده لايه؟ ان من البدايه ما ينفعش انت توجه اليمين نص. شوف النزاع كله على ايه؟ على مبلغ معين، نحلف على المبلغ كله. ما يبقاش النزاع على 100,000 جنيه وانت جاي ان انت تحلفه على جزء منها.
ما ينفعش ان النزاع على شهور معينه زي اللي حصل في قضيه الايجار جاي تحلفه على جزء منها. ما دام في نزاع عن سنه انت ممتنع عن دفع الايجار عنها، ما ينفعش تحلف على جزء منها، يبقى لازم اليمين يكون حاسم يعني منصب على النزاع كله. ممكن ان انت من حقك في ثلاث او اربع طلبات متوجهين ليك تطلب اليمين الحاسمه عن طلب منهم ان يبقى الحاسم قدام المحكمه ويفضل النزاع شغال في الباقي. من حقك حسمنا جزء منه ويفضل جزء ثاني موجود، لكن برضه لازم انا بوجه اليمين اوجهها عن الطلب ده ان يكون من شانها ان هي تحسم النزاع. الحاله الثالثه لازم ان انا وانا بوجه اليمين تكون منتجه، يعني يكون من شان اليمين ان النزاع اللي بيني وبين الخصم دوت هيتحسم. اليمين هتنتج في النزاع، هتحسمه، بحلفه على الحاجه اللي احنا متنازعين عليها، يعني يبان قدام المحكمه من سيره اليمين ايه بقى زي ما انت قلت شويه، ان هي تحسم النزاع، ان فعلا لو حلف عن الواقعه دي وبالصيغه اللي انت قلتها في طلب توجيه اليمين واللي تطلب المحكمه تطلع حكم بيها ان المحكمه حكمت بتوجيه اليمين بالصيغه دي، لازم يكون من شانها حسم النزاع، ما يحلفش على جزء او يحلف عن الواقعه بعيد. رابع حاجه، ما ينفعش توجه اليمين على وقعة مخالفة للنظام العام. احلف ان الدين اللي انت بتطالبني بيه دوت مثلا ده مش دين قمار، ده مش دين مخالف للنظام العام في اي حاجة. ما ينفعش ان انت تحلف على وقعة مخالفة للنظام العام. ما ينفعش توجيه اليمين في المسائل الجنائية في الجرائم. برضه ما ينفعش. طيب المحكمة لقت بقى هنا ان الواقعة اللي انت هتحلف عليها من حقك توجه اليمين عشان. ايه هي الشروط بقى اللي لازم تكون موجوده في اللي بيوجه اليمين؟ الذي يطلب توجيه اليمين الحاسمه لازم يكون طرف في الخصوم، يعني لازم يكون طرف في القضيه، ما ينفعش يجي واحد من بره شاهد يطلب من القاضي ان هو يوجه اليمين، لا لازم يكون طرف جوه القضيه هو اللي بيطلب توجيه اليمين. لازم يكون صاحب حق في الدعوه اللي بيطلب المحكمه ان هي توجه اليمين فيها، ما ينفعش بقى انت صاحب حق. خصم المواجهه اللي انا بطلب الحكم في مواجهته، ما انا اشتري بالزمات انت شخصيا، فانت بتحلفني على ايه؟ أنا طالب إلزام الأول في مواجهة التاني، ما ينفعش التاني يجي ويطلب توجيه اليمين، ليه حق عندك ولا مالكش؟ أنا أساسا مش بديع عليك بحاجة. ممكن الوصي أو الولي يطلب توجيه اليمين من حقه، ليه؟ لأن أنت بتطلب هنا إن يتحكم عليه، فمن حقه نفس الحقوق اللي هي اللي هو وصي أو ولي عليه، ممكن إن هو يوجه اليمين. وكيف ينفع. الوكيل يا جماعه خلي بالكم لازم وكاله خاصه في طلب توجيه اليمين. الوكاله العامه في القضايا اللي احنا شغالين بيها ودي برضه نقطه ما بتحصل في القضايا، واحد يجي التوكيل عامل يطلب توجيه اليمين، لا التوجيه اليمين عمل من اعمال التصرف، لازم اللي بيطلب توجيه اليمين كويس انك افتكرنا النقطه دي ان كتير من الزملاء بيقعوا فيها. بتوكيل عام ما ينفعش انت تطلب توجيه اليمين. دي وكاله خاصه، زي الوكاله الخاصه انت بتروح تتصالح او بتروح بتكرر، الاقرار محتاج وكاله خاصه، التوجيه اليمين الحاسمه محتاج وكاله خاصه. لانها بتحسب النزاع ويؤدي عليها ممكن ان الحق نفسه يضيع او الحق نفسه اللي هو يتسبب. فلو الصفه زادت بتاعت الوصي او الولي او القايم، صفه الوكيل زادت اثناء نظر النزاع، ما ينفعش ان هو يطلب توجيه اليمين. اذا انت بقى طلبت توجيه اليمين، ودي غلطه ساعات بتحصل، لو انا طلبت توجيه اليمين على اساس ان انا شايف ان مفيش حاجه في النزاع بتفيد ان انا اقدر ارتكن عليها وخلاص، فلست زي ما بيقولوا وطلبت توجيه اليمين. هنا يا جماعه لو انا طلبت توجيه، لو انا طلبت توجيه اليمين وتبين لي بعد ما طلبت من المحكمه ان انا اوجه اليمين ان الراجل جه وجاب ورقه ده انا معايا سند دين بيفيد ان الطرف الثاني موقع عليه. فانا هقول له طب انا طلبت توجيه اليمين، لو طلبت توجيه اليمين يبقى انت هنا بتقول للمحكمه انا معيش دليل، حتى لو ظهر دليل بعد كده ما ينفعش ان انت تلجا ليه. ليه؟ لان خلاص انت ما دام طلبت توجيه اليمين انت بتقول انا ما عنديش اي حاجه اذن بيها. فتطلب توجيه اليمين احتكمت بذمه خصم. لو كان معاك دليل قبل كده كنت اتاكد قبل ما تطلب توجيه اليمين، لانه لو حلف وظهر بعد كده ان في ورقه هو موقع عليها الحكم اللي بيصدر بناء على اليمين الحاسمه ما يجوزش الطعن فيه. طب قبل صدور الحكم، قبل صدور الحكم من حقك تقول القاضي بطلب العدول. حصلت بنقدم طلب عدل المرافعه، انا طلبت توجيه اليمين المحكمه حجزتها، فالمحكمه هتقدر وهتحكم بتوجيه اليمين الحاسمه، لان بيطلع الحكم حكمت المحكمه بتوجيه اليمين الحاسمه الى المدعي عليه بصيغه كذا وحددت جلسه كذا، بتحدد جلسه معينه
بتحدد جلسه معينه يجي يحلف فيها لمين قبل المحكمه ما تحكم. انت هنا بتطلب ايه؟ بتطلب المحكمه ان هي تعدل عن توجيه اليمين، بتلحق نفسك عشان تقدم الدليل تحت ايدك، تطلب المحكمه ان هي تعتد بيه، وتطلب من المحكمه ان هي تحكم بناء عليه، لان لو صدر الحكم خلاص. لو صدر الحكم التوجيه اليمين، القاضي الاول قبل ما يحكم لازم بيقدر اذا كان في تعسر في توجيه اليمين ولا لا. القاضي من حقه سلطته التقديريه ان يراجع الصيغه اللي انت طلبت توجيه اليمين بيها ويشوفها قبل ما يحكم بيها، لان الصيغه ما فيهاش تعسر بيحكم بتوجيه اليمين. لأن الصيغة فيها تعسف يا إما يرفض توجيه اليمين يا إما القاضي يطلب من المدعي إن يعدل الصيغة أو المحكمة بتعدل الصيغة نفسها بالطريقة اللي هي بتشوف إن هي تحسم النزاع. يعني أنا بقدم طلب للمحكمة بتوجيه يمين حاسمة بصيغة كذب. المحكمة بتاخد تقرر بقى إذا كانت هتحدد لها جلسة. المحكمة اقتنعت بالصيغة بتطلع بيها حكم. حكمت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بصيغة كذب. لقيت ان هي لا ترفض طلب توجيه اليمين الحاسمه اللي فيها تعسف او انت هنا اليمين غير حاسمه، انت بتحلف على واقعه غير الواقعه اللي انت متنازعين عليها. متنازعين على ايجار سنه معينه، انت بتحلف على سنه ثانيه غيرها، فهنا ليس من شان اليمين ان هي تحسم النزاع، فالمحكمه من حقها ان هي ترفض توجيه.